شغفها في مجال الأزياء والتصميم جعل منها امرأة متمسكة في حلمها. بالرغم من العديد من الصعوبات اللي واجهتها في بداية مشوارها، لكن استمرت وبرزت وأصبحت من الأسماء المهمة في عالم التصميم والعبايات. خلونا نتعرف أكثر على ياسمينة السعدون، مصممة الأزياء والحاصلة على دورات عالية في التصميم. يسعد مساك ياسمينة. يا هلا وسهلا فيك مروة، نورتينا اليوم في سيدتي، يعطيك العافية. الله يسلمك ياسمينة. دائما نقول انه مجال العبايات ومجال تصميم الازياء تحديدا يبي له ذوق خاص، لانه يحاكي العديد من الاذواق بالنسبه للسيدات. بعضهم تحب لون اخضر، بعضهم تحب تصميم مختلف، بعضهم تحب لون احمر. يعني في اشياء كثير المراه تتطلب في ذوقها. فخلينا نتكلم اول شيء عن الاذواق اللي انت تحاكيها بدايه. في البداية واجهت اللي هي الأذواق الكثيرة ما شاء الله الحين في مجتمعنا. المرأة تحب الآن التغيير، زي ما انت شايفة الحين التغيير في كل حاجة، العصرية، الحداثة. فحبيت أنه أخلي العباية كمان واجهة للمرأة في مناسباتها وفي اجتماعاتها، لأنه انت عارفة صار الموضوع أكثر تقليديا يعني في الأسواق. نعم، خلينا ناخذك شوي للبدايات، متى بديتي في عالم التصميم؟ بالنسبة لعالم التصميم كبداية قبل الدراسة كان على نفسي، عباياتي الخاصة فيني، حبيت أنها لأن أنا أحب أتميز فيها العبايات، فبديت أشتغل على تصاميم خاصة فيني وكمان على خواتي، وسبحان الله لقيت إعجاب كثير يعني من الأهل والأصحاب. هذا الدافع اللي خلاك انك تكملي في مجالك، انك تبدعي فيه وتبتكري؟ اي اكيد اكيد، دافع كبير يعني بالنسبه لي، لانها هذه عندي بالنسبه لي هوايه يعني من زمان. من زمان لما كنت تبدي في التصميم اكيد كنت تاخذي وقت طويل لما تصممي القطعه، وكنت تحسي بتوتر عشان يمكن تعجبهم يمكن ما تعجبهم. كلمينا عن اول عبايه صممتيها. اول عبايه صممتها كانت بعد ما اخذت الدوره. الحمد لله عرفت بداية كيف التصميم، رسم الموديل، وكمان تتعرف على الخامات أو الأقمشة الخاصة بالعباية، لأنه في بعض الأقمشة ما تجيك مناسبة للعباية كلبس، تعرفين متعددة الاستعمالات أو أنها تكون لمناسبة معينة. فكانت أول عباية بالنسبة لي الحمد لله جميلة مرتبة أنيقة. قديش أخذت معك وقت لين أصبحت جاهزة؟ تقريبا يومين الى 3 ايام. هذه اول عبايه صممتيها؟ اي. والحين كم من الوقت تاخذين عشان تصممين العبايه؟ بالنسبه للتصميم، مرحله التصميم تاخذ مني مجرد كم ساعه. احيانا انا استوحي الموديل من نفس القماش قبل التصميم. يعني مثلا اذا كان عليها مثلا احب اضيف عليها تطريز، لازم تكون بطريقه معينه عشان اصممها، يكون القماش قبل التصميم. حلو، يعني انت تاخذين اكيد الحين الوقت شويه، يعني ما تطولين في انك تصممي عبايه، ولكن لما تختار القماش تختار الموديل بما يتواكب مع العصر الحديث، مع أكيد. الصيف مع الشتاء أكيد. اكيد ياخذ معك كمان شويه، يعني ممكن ياخذ معك نقدر نقول 3-4 ايام عشان تجهز العبايه وتصير كامله جاهزه. نعم. من الى اكيد تاخذ هذه المده. في البعض ممكن يقول انها مده شوي طويله، لكن انا احب ان التصميم من بدايته الى نهايه التنفيذ يكون على قدر ما هو انا ودي اوصل له من الذوق، او على قدر ما هو يعني يوصل من التمام، بحيث انه ما يكون في اي اختلاف بالنسبه لقبل وبعد التنفيذ. سويتي دورات تدريبية قلتي في البداية، وحصلت على أكثر من دورة تدريبية في مجال التصميم. أي الحمد لله. وين سويتيهم، هنا في المملكة ولا خارج المملكة؟ الحمد لله الآن لاحظت أنه معاهد التصميم أو الدورات الخاصة صارت متوفرة أكثر، لكن الواحد لازم يختار وين يتجه بالضبط، على أساس أنه ما يكون في مثل التلاعب، أو أنه تقضين فترة معينة وفي الأخير أنت ما استفدتي. الحمد لله أنا أخذت آخر دورة مع الأستاذة أميرة، هي خريجة معهد اسمود الفرنسي، وما شاء الله الحمد لله استفدت كثير من خبرتها في هذا المجال. وشاركتي أيضا في معارض، يعني مو بس أني سويت الدورات، شاركتي في المعارض لحتى حصلتي. نعم. على هذه الخبرة. وش المعارض اللي شاركتي فيها؟ شاركت في معرض أكاليل الثاني برعاية مؤسسة نور السعدون، ما شاء الله يعني كان معرض الحمد لله ملاقي نجاح كبير، لأنه كمان العام الماضي كان في أول مشاركة لهم.
فالحمد لله تجربة كانت حلوة، تعرفت كثير. في نية كمان أنك تشاركي في معارض ثانية؟ أكيد أكيد، بصراحة هذا دفعني كثير أني إن شاء الله أتوجه على معارض ثانية، وتكون إن شاء الله يعني خير على التصاميم اللي عندي. وش تفيدكم المعارض في مجالكم خاصة كمصممات أزياء؟ بالنسبة لنا إحنا أولاً هي اجتماع للمصممات، ثانياً ناخذ خلفيات وخبرات من بعض، تصير مع بعض يعني نشوف طول اليوم كيف طريقة التسويق، أو مثلاً طريقة آراء الناس، انطباعاتهم على العبايات، أفكارهم الجديدة، فهذا شيء مرة يعني في صالحنا الحمد لله. جميل، لو أخذناك شوي إلى تصاميمك ونرجع نشوف هنا هذه الموجودة عندنا في الاستوديو، في ألوان كثيرة، هل هذه ألوان الصيف تعتبر أم أنها ألوان شتاء؟ كلمينا عنها. في طبعا كوليكشن اللي هو الصيف والربيع، يتميز طبعا صيفنا انت عارفه نحتاج الالوان الفاتحه اكثر علشان الحراره، وكمان نوعيه الاقمشه بحيث انها ما تكون يعني ثقيله على اللبس. الاولى هذه اقمشه اللينن، جدا مطلوبه إيطالية. بس خفيفة يعني، نعم. اشوف ان العباية والقماشة مرة خفيفة لدرجة انه نعم. وكأنها في كأن الواحد يلبسها وقاعد في بيته. بالضبط، انا حبيت تكون التصاميم هذه كمان في من بعضها ما تكون بس كعباية، ممكن انت تلبسينها في البيت، يعني تكون فوق لبسك العادي مثلا، تستقبلين فيها احد ضيف، او مثلا يكونون يعني مثلا في اي اجتماع عائلي. هذا العباية العائلية يعني نقدر نسميها العباية البيتية. بالضبط. طيب والعباية اللي بعدها اللون الأسود، هذه تحاكي تقريبا اللي هو اللبس القديم أو البشت، فحبيت أنها تكون بهذه الطريقة، يكون عليها التطريز من الأمام إلى المنتصف. ليش اخترتي ذهبي؟ عشان بس للسهرات مثلا أو لمناسبات زواجات؟ هذه أكثر للمناسبات والسهرات. وهذا كمان بشت البني ولا عباية؟ هذه كمان بشت، كمان حبوها كثير، في عليها طلب لأنه السيدات يحبون يعني مثلا تكون في مناسباتهم الأعياد أو مناسبات اللي تكون فيها الاجتماعات العائلية أكثر بعد. بس لونها كأنه يعني تحسين لا هي معروفة أنها خروج ولا مناسبة، ولا هي معروفة أنها حقة عمل أو حقة مكتب. بالضبط. لأنه اللون شوي عملي، ولكن داخل القماش الثاني. نعم. وش هي القماش اللي أنا حابة أذكر أنه كمان الأقمشة اللي أستخدمها غير الإيطالية والفرنسية، حبيت أني أسوي شيء مميز بالنسبة لأقمشة الساري الهندي. هذه القطعة كانت طبعا من ضمن الأقمشة هذه، وكمان اللي هي القطعة السوداء، هذه كمان من قماش الساري، فحبيت أني أصمم القطعة هذه بحيث كيف تقسيمة القماش نفسه، وين يكون الكم، أو وين يكون مثلا القماش السادة مع المطرز. يعني اخترتي القماش الهندي أو القماش الساري اللي يميز عباياتك. نعم. هل في شيء يعني في مخطط بأنه تصاميمك تكون موجودة في الهند أو تعرضيها هناك؟ إن شاء الله، المخططات المستقبلية أني بنفسي أتوجه للهند إن شاء الله، ويكون عندي كوليكشن إن شاء الله جديد مختلف، وإن شاء الله يعجب الجميع. ليش اخترتي الهند ياسمينة؟ بصراحة أنا أعشق الألوان، والأقمشة الهندية ما شاء الله فيها فن، فيها اللون وفيها الذوق وفيها التطريز اللي هو اليدوي. لو لاحظت الأفلام اللي إحنا نشوفها دائما في عندهم الهنود لمسة جميلة في الملابس. صحيح. في الألوان يختارون ألوان، يختارون ماتيريال مرة حلوة. صحيح. فأهنيك على ذوقك، على إنك فعلا أنت يعني اخترتي أقمشة من الهند. هذه كمان عباية، هذه عباية شوي غريبة. غريبة. بدون أكمام، هي المناسبات بصراحة، يكون يعني من جوا مفتوح، ولكن الأكمام نفسها يعني مش موجودة، يغطيها اللي هو المشجر. طبعا احنا الحين قاعدين نشوف الموديلات الغريبة في العبايات. نعم. ما تخافوا كمصممات انه يجيكم نقد انه هذه العبايات خلاص ما هي عباياتنا القديمة السوداء الواسعة اللي كنا دائما نلبسها تقليدية؟ ما جاكم نقد؟ ما خفتوا من هذا الشيء انه ممكن ناس تمنع مثلا ظهور مثل هذه العبايات في السوق؟
بصراحة أنا أول شيء في البداية كان مواجهتني من يعني من الصعوبات اللي هي عدم تقبل، لكن لاحظت كمان أن لو أنا بمشي وراء الخوف برضو هذا حيحد من هوايتي هذه، لكن الحمد لله في إقبال. أنا كمان كم زي ما ذكرت مش مجرد تكون كلها عبايات، في بعضها يعني تصير زي البشت أو للمناسبات، وهذا شيء راجع للمرأة نفسها على استخدامها. مين راح تنافس ياسمين السعدون مستقبلا من المصممين أو المصممات؟ بصراحة أنا أطلع كثير للمصمم الرائع السعودي محمد آشي، ما شاء الله ما شاء الله، يعني هو وصل للعالمية وأنا أتمنى أني أوصل للعالمية، بس مش في مجال العبايات فقط، لكن إن شاء الله أطلع للأزياء بعد. شكرا لك ياسمين السعدون، نورتينا لليوم. شكرا لك وأنا أسعد. يعطيك ألف عافية. شكرا. مثل ما شفتوا مشاهدينا كانت معنا ياسمين السعدون مصممة أزياء، كلمتنا عن تصاميمها وعن ما يميزها. شكرا لوجودها معنا. فاصل قصير ونواصل، ابقوا معنا.